مرحبا بشوف التيفي عندي، مرحبا بالناس ديال القناة شوف التيفي. بالنسبة للتواب دابا حاليا كاع التواب كاع الوان الكريب دو سوا هو اللي باين حاليا هاد العام، دابا اكثر من 4 سنين الكريب دو سوا هو اللي كاين. بالنسبه كيكون بارد مبرد زوين خفيف خفيف وكيتلبس يعني كيجي في اللبسه ديالو طايح بزاف، يعني ما كتكوني مرتاحه فيه. بالنسبه للالوان اللي خارجين كاع الالوان، دابا كتجي عندك شحال من وحده كتقول لك عافاك انا بغيتك تخيطي لي هاد، كتجيب لك توب غوز فوشيا اولا كتجيب لك الخضار اولا كتجيب لك الكحال، يعني ما كاينش شي توب لون محدد باش تقولي انا هاد اللون هو اللي لاعب، كاع الالوان تقريبا لاعبين. فوالا هادشي دو شنو كيعجبها. وبالنسبه للخياطه، الخياطه اختي حاليا دابا لاعب الكمبيوتر، واخا الكمبيوتر اختي بحال هذا الشكل، كاين اللي كتجي عندك كتقول لك عافاك دير لي شي رشمه بحال هكا، كاينه هذا الرشمه عاوتاني، هادو هما الكمبيوتر. هاتي كتشوفي كاع الالوان كيجيو فيهم، كيجيو فيهم تقريبا الالوان كلهم كيجيو زوينين. كاين اللي كتجي عندك كتقول لك ثاني عافاك انا بغيت الطرز بالتنبات بحال هذا الشكل باقي، هادشي نورمالمون ما كيدي موداش، هادشي كيبقى على طول طبيعة الحال. كتبقى من خويا عمر تقليدي ما كيموت لا في التكاشط لا في القفاطل لا في الجلالب. شوفي اللون الالوان كلهم كيجيو زوينين. بالنسبه للفصاله اللي خارجه دابا هي المخزاني، المخزاني صراحه علاش كيبقى زوين؟ بالنسبه كيلبسوا البنات الضعافات والناس الغلاظات، يعني ما كيبينش الفورمه ديال 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 الوحده كيفاش دايره. الاغلبيه كيجيو عندي الناس تبارك الله غلاظات كتقول لك انا عافاك بغيت المخزاني باش ما تبانش عندي الفورمه. كيفاش نقول لك الصراحه المخزاني كيبقى دابا حاليا هو اللي لاعب. قليل اللي كتجي عندك كتقول لك عافاك انا بغيت غير خياطه عاديه، ديري لي خياطه عاديه. كيكونوا البنات باقيين صغارين كتقول لك عافاك انا بغيت غير خياطه عاديه. هو الكمبيوتر صراحه، انا شحال من وحده كتجي عندي المحل كتقول لك عافاك ديري لي الشرشمه ديال الكمبيوتر او عافاك ديري لي الشرشمه بحال ما هكا ديال الطرز وتكون منبته بالعقيق بحال هذا الشكل حتى هو خارج. اي لون ما كاينش شي لون صراحه، ما كاينش شي لون محدد. اي وحده كتجي كتقول لك عافاك انا بغيت هذا اللون او عافاك بغيت انا هذا اللون، يعني صراحه الناس اذواق ما تعرفيش، ما تقدرش تحكمي على الناس اشنو باغين. الحمد لله دابا انا خدمت كاع الالوان وكيتبعوا لي الجلالب، ما كاين زعما شي وحده كتقول لك عافاك بغيت هادي ولا بغيت هادي، اللي كتشوفها كتجي كتختار كتقول لك خاصها غير تجيها في العبار. لا انا كنخيط كنبيع، انا قلت لك انا بهادو حطيتهم للبيع والحمد لله كان اقبال كبير عليهم، وراه تبعوا لي دابا اكثر من، يلا بديتهم راه تبعوا لي تقريبا اكثر من 20 وحده اللي تبعت لي. بيان سور كاين اقبال، كاين اقبال بزاف كاع. دابا اللي كتجي عندك كتقول لك شوفي واش كاينين شي جلالب بغيتناهم رمضان، واش هما رغم انهم كيشوفوا هادو كيسولوا ثاني واش غتكون شي حاجه جديده للعيد، ان شاء الله غتكون شي حاجه ثاني ديال العيد. حقاش كاين اللي كيبغي ثاني الراندا ثاني بحال هذا الشكل، كتجي كتقول لك عافاك انا بغيت جلابه ديال راندا، راندا ما كتموتش هاي بحال هكا فاجس الوان. دابا بحال السيده جات عندي واحد السيده والبارح كبيره شويه في اللاج قالت لك عافاك خلي لي انا بغيت الراندا، واش غيكون شي موديل اخر؟ انا بغيت الكحل عافاك وجدي لي الراندا في الكحل. قلت لها ان شاء الله من العيد غادي تكون راندا في الكحل. بالنسبه للناس الكبار تعروسه كتجي عندك كتقول لك انا بغيت الراندا، ملي كتكون يلا غدا ان شاء الله دير العرس ورمضان كتقول لك بغيتك تخدمي لي شي حاجه ديال واش يعني غتكون عندكم الراندا من هنا للقدام بالقفطان، وكاين اللي كياخذها غير يحضر بها.